شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام في شبكة بصائر، أهلا بكم في بداية درس النحو لهذا اليوم. قال ابن مالك رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي، وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفها يؤخر. قوله رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي، فكما ذكرنا أن الحال صفة من الصفات، فهو مشابه للنعت والخبر، وقد تقدم معنا أن الخبر يتعدد، فالحال أيضا تتعدد فتأتي متعددة لفرد واحد، وتأتي متعددة لاثنين. فمثال تعددها لفرد واحد قول الشاعر: علي إذا ما جئت ليلى بخفية، زيارة بيت الله رجلان حافية. فرجلان وحافية حالان من ضمير من الضمير في علي أو جئت، فهذان الحالان تكررا لمفرد. فإذا كان متكررين لمفردين متساويين، فإن الحال حينئذ تثنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فالحال هنا اتحد لفظه ومعناه لمفردين مختلفين، فحينئذ لا بد أن يثنى، فيثنى. وإذا كان لأكثر من مفرد جمع، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. فجاء هذا الجمع لهذه الأشياء كلها حالا منها. وإذا اختلفت الحال لا بد أن يفرق بينها، إذا اختلفت الأحوال، كأن تقول: لقيت هندا مصعدة منحدرة، مصعدة منحدرا. فمصعدة حال من هند، ومنحدرا حال من الضمير في لقيت. ونلاحظ أن حال الثاني جاء أولا، وحال المذكور أولا جاء ثانيا، فقلنا: لقيت هندا مصعدة منحدرا. فمصعدة حال لآخر الأسماء ذكرا، ومنحدرا حال لأول الأسماء ذكرا. وذلك ورد كما في قول الشاعر: عهدت سعاد ذات هوى معنى، فزدت وعاد سلوانا هواها. عهدت سعاد ذات هوى، هذا حال من سعاد، ومعنى حال من التاء في عهدت، فجاء حال الاسم الأخير أولا. وكذلك ويتأكد هذا إذا لم يؤمن اللبس. ففي مثل هذا المثل وفي مثل هذا المثال وهذا البيت أمن اللبس، ولكن إذا كان لفظ إذا كان اللبس غير مأمون يجب هذا الترتيب، أن يكون حال الاسم الأولى هو الأخير، وحال الاسم الأخير هو الأول. فتقول: لقيت زيدا مصعدا منحدرا، فلا بد أن تكون مصعدا لزيد، ولا بد أن تكون منحدرا للتاء. وأما فيما يؤمن فيه اللبس فقد يختلف الترتيب، كما جاء في بيت امرئ القيس: خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحلي. خرجت بها أمشي، فجملة أمشي حال من التاء، وجملة تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحلي، هذه الجملة حال من الضمير في بها، فجاءت مرتبة على ذكر
هذه الأسماء، وهذا خلاف الأصل، ولكن هنا جاز لأمن اللبس، فاللبس ما دام مأمونا فلا ضير أن يختل الترتيب، وهذا عند جمهور النحاة. فجمهور النحاة أوجب الترتيب بهذا الشكل إذا كان اللبس غير مأمون، وجازه بل وجعله أولى إذا كان اللبس مأمونا. ثم قال رحمه الله: وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، فلا تعث في الأرض مفسدا. فتقدم معنا نوع من الحال، وهو الذي يسميه النحاة الحال المؤسسة، وهي التي لا يفهم معناها، أو ليس هناك ما يفهم منه معنى المراد بها قبلها، فهي مؤسسة، كقولنا جاء زيد راكبا، فلم نعرف كيف جاء زيد قبل مجيء هذه الحال. فهذا النوع من الحال يسمى مؤسسا، وهو الذي كنا نتحدث عنه، وهو الأكثر في كلام العرب. الحال المؤسسة هي الأكثر في كلام العرب. وقد تأتي الحال مؤكدة، والحال المؤكدة نوعان: إما أن تكون مؤكدة للعامل، أو تكون مؤكدة لمضمون الجملة. فالمؤكدة للعامل تشبه المفعول المطلق، إلا أنها تكون وصفا، والمفعول المطلق يكون مصدرا. فهذا هو أوضح فرق بينهما. فنقول في هذه الآية التي أشار إليها المؤلف أو أتى بمعناها: ولا لا تعث في الأرض مفسدا. تعث، العث هو الفساد، ومفسدا هي الحال المؤكدة للعامل، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد تكون مطابقة لللفظ تماما، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا مؤكدة، والحال هنا رسولا مؤكدة، وكذلك في لا تعثوا في الأرض مفسدين مؤكدة. ولكن في ولا تعثوا في الأرض مفسدين اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى، وفي وأرسلناك للناس رسولا اتحد اللفظ واتحد المعنى. ومنه قول الشاعر: الصخم صيخا لمن أبدان صيحته، والزمت وقي خلط الجد باللعب. الصخم صيخا، فمصيخا حال مؤكد للفعل للعامل أصخ، وجاءت من لفظه. ومن المعنوية قول الله سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا مدبرا. هذه هي الحال المؤكدة لعاملها. والنوع الثاني من الحال المؤكدة هو الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وهي التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. إن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، أي إذا أكدت الحال جملة فلا بد أن تكون هذه الجملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، كما في قولك: زيد أخوك عطوفا. زيد أخوك عطوفا، فزيد وأخوك اسمان جامدان كونا جملة، وجاء عطوفا حالا من هذه الجملة مؤكدا لمضمونها. وعامله حينئذ يقدر، فنقول: زيد أخوك أحقه عطوفا، أو أعتقده عطوفا. وهذا النوع من هذا هو الذي يسمى الحال التي تسمى مؤكدة لمضمون الجملة. ومنه قول الشاعر: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. أنا اسم الأول، ابن دارة الاسم الثاني، وكلاهما معرفة وكلاهما جامد، فجاءت الحال بعدهما: معروفا بها نسبي، أي أنا ابن دارة أحق معروفا،
وحق معروفا بها نسبي ونحو ذلك. فهذه هي الحال المؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها. يتميز هذا النوع من الحال أنه لا بد أن تتأخر عن هذه الجملة، فلا يصح أن تأتي الحال قبل الجملة، بل لا بد أن تأتي بعدها على هذا الترتيب الذي ذكرنا، فنقول زيد أخوك عطوفا، وأنا زيد معروفا، أنا زيد معروفا، ومنه أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. وهذا آخر ما أردنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات شبكة بصائر.